أكرم الخلق ما لي من أنور بي سواك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. خلاص يا اخي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد النبي الامي وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ما غدا لحين ما تعرف احنا كده هنكمل كاننا ماشيين عادي ولا عرفت. هو قال لي الصف اوله صفحه 37 مسائل التقليد 37 معقول؟ لا اتاكدنا معقول بالظبط، هنا بيقول لك 64 بس وانتوا في مسافه احنا استمرينا من غير ايه تزيد تاكد. واحنا المره دي هنمشيها عادي محتاج نص ساعه عشان يبقى خليه ساعه بس عشان احنا الان هنمشي عادي كده وهنعيد تاني بقى مش مشكله، هنمشي عادي هنكمل عادي او هكمل لك لحد شيء معين كده وشوف لي الناقص سجلت لحد فين واكمل لك لحد ما بدانا في الازمه وبعد كده نعمل نشوف الحاجات الناقصه الثانيه الصغرى وفي الثلاث كتب منها. ثم بعد ذلك نبدا كتاب منفصل وحده جديد نفصل بين الملل والنحل. خلاص؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد النبي الامي وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أما بعد فنواصل معكم شرح السنوسية الكبرى لسيدي أبي عبد الله سيدي الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا لله تعالى أحياء وأمواتا. ومع شرح السنوسية الكبرى معها حاشية العلامة الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي رحمه الله الجميع ورضي عنه. كان الكلام في الدروس الماضية في كان بداية الكلام في فصل ينبغي أن نقدم قبل الشروع في مسائل الفصل مقدمتين. المقدمة الأولى اللي في المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة فضله ونسبة الواضع والاسم الاستبداد حكم الشارع مسائل والبعض للبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. وكانت المقدمة الثانية في الاستدلال، اعلم ان الاستدلال على ايه؟ على اربعة ايه اضرب. فالمقدمة الثانية كانت الأولى في المبادئ العشرة والمقدمة الثانية في أنواع الاستدلال،
أو في أضرب الاستدلال. وتكلمنا فيها وقلنا إن أنواع الاستدلال أربعة، فمن منكم يذكرها أو من منكم نسيها؟ فعندما نقول من الذي نسيها كلكم أجمعون. طيب من منكم يذكرها؟ كم نوع؟ كم نوع؟ أنا بسأل عن الكم، والكم يجاب عنه. كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضا. إما أربعة، الاستدلال بالسبب على المسبب، الثاني عكسه بالمسبب على الثالث، الاستدلال بأحد مسببي سبب على المسبب الآخر، الرابع الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر. مفهوم يا مشايخ؟ هذه هي أنواع أو أضرب الاستدلال الأربعة. وقلنا كما قال الشيخ إن الذي يصلح من هذه الأنواع لمعرفته تعالى النوع الرابع، النوع الثاني والرابع. وتكلمنا في إشكالية حول هذه القضية، ليه؟ لأن الأول ممتنع، لو إيه؟ الاستدلال بالسبب على المسبب، هذا محال في حقه تعالى لوجوب وجوده، يعني لا يمكن أن نستدل عليه تعالى بسببه. ليه؟ لأنه يستحيل أن يكون له سبب، لأن ما له سبب هو إيه؟ حادث، وليس بقديم، وليس بواجب الوجود. وبعين هذا يبطل، يعني وبالعلة التي قيلت في الأول يبطل الثالث. بعدين صار إذا عرفت هذا، وتكلمنا في ذلك في الدرس الماضي، ووصلنا إلى شين، الإشارة بهذا راجعة إلى مضمون ما سبق. إذا عرفت هذا، معايا شيخ محمد؟ إذا عرفت هذا يعني مضمون ما سبق. ما هو مضمون ما سبق؟ ضعف أدلة التقليد، يعني ضعف أدلة القائلين بأن التقليد يكفي في عقائد الإيمان، ضعف التقليد والخشية على صاحبه، وأنه يعني إذا لم يكن إيمان المقلد كافيا فيخشى على صاحبه من الإيه؟ من الخلود في النار. وكيفية النظم للاستدلال بالنفس، هو إذا عرفت هذا أيها المقلد الناظر لنفسه بعين الرحمة، يعني بيقول لك والله ارحم نفسك، كيف ارحمها؟ وهل انا املك ان ارحمها؟ نعم، تملك ان ترحمها بوقايتها من الاسباب التي تريدك في الهلاك. يعني ارحم نفسك يعني خليك معتني بها، لا تريدها موارد التهلكة، كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. فإذا أهمل الإنسان النظر وكان صحة الإيمان متوقفة عليه، فمعنى هذا أنه أضاع حياته أو عمره سدى، وكان في الآخرة من الخاسرين. فيرحم نفسه يعني ما يتسببش في هلاكه، لا يكون مقلدا، بل يصل من أسرع وأقرب الطرق إلى معرفة الله تعالى كما يجب عليه. ولا خلاف بين العلماء في وجوب معرفة الله، لا خلاف بينهم.
ولا خلاف في أن المعرفة هي أول واجب على المكلف، وإنما الخلاف في طريقة أو في دليل الوجوب، هل هو الشرع أو أنه إيه؟ لا، هذا خلاف بين أهل السنة وبين مين؟ وبين المعتزلة. يقول لك والله ارحم نفسك بإيه؟ بأن تنظر إلى أقرب الأشياء وهي نفسك، يعني المطلوب أن ترحم نفسك، والوسيلة التي ترحم بها نفسك هي نفسك. وفي أنفسكم إيه؟ أفلا. وأنت تعلم بالضرورة أنك لم تكن ثم كنت، فتعلم أن لك موجدا أوجبك. فكيف نستدل بالنفس على إيه؟ على وجود الله تعالى. نظم الدليل هكذا، أن تقول أنا لم أكن ثم كنت، أو أنا موجود بعد عدم، أو أنا حادث، وكلها بمعنى واحد، وكل من لم يكن ثم كان، أو كل موجود بعد عدم، أو كل حادث فله موجد أوجده، فينتج هذا البرهان أنا لي موجد أوجدني. يلا شكرا. أما المقدمة الأولى، قال الشيخ رحمه الله: أما المقدمة الأولى وهي الصغرى فلا تستقل إلى دليل، لأنها معلومة بالضرورة، لأن كل عقل لا يستقل لأن الهدف والمحطوطة التي هو عليها. ومما تحققت في بعض النزلات مثلا كانت معلومة ثم كانت. يعني المقدمة الأولى اللي هي الصغرى لا تفتقر، أي لا تحتاج إلى دليل، لأنها ضرورية، والذي يحتاج إلى الدليل هو إيه؟ هو المقدمة النظرية، وهذه ضرورية فلا تحتاج إلى الدليل. أما المقدمة الأولى وهي الصورة فلا تفتقر إلى دليل، لأنها معلومة بالضرورة، يعني هل يرتاب أحد في أنه لم يكن ثم كان؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أنه أزلي لا أول له؟ لا يمكن. واحد مر بيقول إيه؟ الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. يعني أمور إيه؟ كون الإنسان حيموت، وكون الإنسان جاء في وقت معين، زمن معين، في أماكن معينة، وأن له بداية، وأنه قبل هذه البداية لم يكن، وأنه سينتهي كما انتهى من قبله. وهناك مقولة الكل يعرفها: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أول ما بيموت الأمير أو الملك أو الرئيس يبقى مصائب قوم عند قوم فوائد، تلقى ناس جايين، ناس رايحة تعزي في القصر، والقصر اللي جنبه ناس رايحة تهني. يعني ممكن يكون الملك اللي مات ابنه اللي ايه اللي حيتولى بعده، فناس تروح لنفس الشخص تقول له البقاء لله، ويقول له ايه الف مبروك، يعني نفس الوقت تهنئه وايه وتعزيه. مات الملك عاش الملك، واللي مات ملك والموجود ايه ملك. ولو فهم الانسان انه ايه لا يدوم شيء في الوجود. طب سؤال: أين آباؤنا؟ أين آباؤهم؟ أين آباء آبائهم؟ وهكذا.
فلو عاش آباؤنا وأجدادنا إلى الآن يبقى أين يكون إيه وضعنا؟ يعني أنت لو مثلا عندك في البيت جد السابق، أنت مش متحمل نفسك في البيت، جدك السابق وزوجته أصبحوا عبارة عن كراكيب كده، أشياء كده مرصوصة كده، خشب مسندة، عاوزين إيه حد يطعمهم وحد يسقي الحياة، تبقى الحياة لا تطاق، ده الموت ده نعمة مش كده؟ رغم إن هو مصيبة لكن نعمة، بيخلصك من أعداء وبيخلصك من أجداد وآباء وهكذا، وبيخلصك من نفسك في الآخر. فالموت ده عبرة وعبرة. يعني تصور لو كان مثلا الناس من سيدنا آدم إلى الآن عايشين، هل تستطيع أن تخرج منه؟ ومش أصلا مش هتجد مكان في البيت، لا سطح ولا خلاص، بيت مكدس، هيصبح زي المتحف اللي فيه الآثار الفرعونية القديمة. يلا يا شيخ. قال ابن الشيخ عبد الله: قوله بأنه مع عقيم لا يهتم إلى أهله تنبيه لا يهتم لدوره لا يهتم إليه. قوله لأن كل عاقل كده تنبي لا ذنب إذ الضروري، يعني هو بيقول لك لما هي ضرورية مش كده، فلماذا يأتي بدليل؟ قال لك هذا مش دليل، ده بينبه بس، يعني لأن هذا ليس تعليلا ليس دليلا إنما هو إيه؟ تنبيه. قوله هل أتى أي كلام قوله وجه أن يمثل لأبنتي من امتياز الحقيقة. قوله تحققت، تحققت حقيقته الإنسانية، يعني تحققت في الخارج. قوله قوله مثلا راجع لقوله بأن هيئته المنصوصة إلى أخيه، يعني لا يرتاب أحد في أن هيئته يعني التي هو عليها. خليك الآن سيبك من الهيئة اللي انت كنت عليها وانت طفل، انت مش فاكرها، ولو جابوا لك الصورة بتاعتك وانت بترضع تقول مش انا مش كده، لكن الهيئة الحالية اللي انت عليها الان دي، هل كانت قبل ذلك؟ لا، بدليل من مين اللي بيرضع له؟ مين المسكين وحط له السكاتة او الحاجة اللي بيرضع فيها في امانته؟ فيبقى هنا الهيئة اللي هي انت عليها الان دي لم تكن موجودة، بدليل انه كانت هناك هيئة غيرها، وهذا مشاهد لا يستطيع ان ينكره احد. هات صورتك وانت عندك 5 سنوات، وبعدين هات يعني كل 5 سنين روح الاستديو خليهم يصوروك، هتجد كل فترة هيئة جديدة، فمعناها لم تكن هذه الهيئة المخصوصة ثم كانت، بدليل أن الهيئة الأخرى غيرها، فبترد عليك صور وهيئات جديدة وأنت لا تستطيع أن تنكر ذلك. أجيب لك الصورة بتاعتك وأنت شاب، والصورة بتاعتك وأنت يعني فوق 40 أو فوق 50 أو فوق 60، هو سيدنا الشيخ اللي هو عنده 100 سنة ده اسمه ايش سيدنا الشيخ؟ 110 فرغم الله. الشيخ معوض؟ الشيخ معوض، عوض ابراهيم، عنده 100 وكام. هل معقول لما كان لسه عنده 20 سنة كان بنفس الهيئة ده بالطريقة دي؟ قال الهيئة اللي هو عليها الآن دي لم تكن ثم كانت، واضح؟ سيدنا الشيخ ان شاء الله ربنا يطيل في اعماركم، بعد 30 سنة حتجدوه قد فنوى. يلا. قوله مثلا راجع لقوله بان هيئته المقصوده الى اهله، اي لا يلتزم بان هيئته ولا في ان هيئته سيد او حي كانت معلومه كما كانت. كانت معلومة ثم كانت، هذا يمثل القضية الأولى التي يعتبر العدم فيها أولا،
وبعدين واما المقدمه الثانيه، خلاص المقدمه الاولى ضروريه لا تحتاج الى ايه دليل. الابواب الثانيه وهي الكبرى الحاكمه بافتقار كل حادث الى محدث بكسر الدال. هنا اختلفوا في المقدمة الثانية، منهم أن يدعي أنها ضرورية لا تفتقر إلى دليل، يعني المقدمة الأولى مسلم ومتفق عند الجميع أنها ضرورية، أما المقدمة الثانية اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها ضرورية وإلى ذلك ذهب الإمام فخر الدين الرازي، منهم قال لا ده هذه الثانية تفتقر إلى دليل بخلاف الأولى. قال الفخر الرازي، الرازي بيقول مش عاوز إيه دليل، يعني عاوز يقول لك المقدمة الثانية ضروريتان الأولى والثانية، يعني الصغرى والكبرى. ماذا قال الرازي؟ بيقول إن العلم بها ما هي المقدمة، أن كل حادث يحتاج أو يفتقر إلى محدث. طب الأولى، الأولى هي إيه؟ أني لم أكن ثم كنت، قال دي ضرورية ما عاوزاش دليل، الكل يسلم بها لأنه لا يزعم أحد أنه أن وجوده إيه؟ أزلي، لأنه لو كان عكس لم يكن ثم كان يعني معناه إيه؟ وجود دائم، مش كده؟ يعني ليس حادث، يعني قديم، يعني أزلي. هل ادعى أحد ذلك؟ صور فرعون كان ذكي، ما كانش يعني فرعون حمار لدرجة، يعني شو بيقول يا فرعون؟ بيقول إيه؟ فرعون قال إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري، مش كده؟ لكن فرعون لم يقل للناس إني خلقت السماوات والأرض والجبال، سكت عن قضية ما ادعاش إيه؟ وقال أنا إله، يعني ادعى الألوهية ما ادعاش الربوبية. ليه؟ يعني هل قال للناس أنا خلقتكم أو أنا خلقت السماوات والأرض؟ عارف لو قال هذا يبقى معنى كده انه هو اوجدهما، يعني لم تكونا فكانتا بايجاده، يعني لو قال للناس انا خلقت السماوات والارض يبقى معنى كده السماوات والارض لم تكن ثم خلقها فرعون فكانت. هيجي واحد يقول له ايها الكذاب الاشر انت اتولدت من 30 سنة وتولدت على الأرض والسماوات كانت موجودة، فكيف تدعي خلقها وهي كانت قبلك؟ فرح ساكت عن القضية دي، ما قالش إيه، ما جاب السير في الخلق خالص، هات لي كده آية فرعون بيقول أنا خلقت، ما يقدرش. وإذا شوف الجامع القرآن الناس اللي ادعوا يقولوا إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله إذا كان يعني أنتم شاركتم الله تعالى في خلق السماوات والأرض فين نصيبكم؟ يعني حتى القرآن بيقول للغرابة في الموضوع أن هؤلاء لا يعرفون متى خلقت السماوات والأرض ولم يكن لهم وجود ولم يكونوا شهودا عند خلق السماء، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ففرعون اتلجم، هتقول له ايه جزمة ما هيقول ايه؟ بس طبعا قالك بقى ناس هبل ومجانين، فاستخف قومه وناس ايه يعني بتوع مصلحتهم وزدت لهم فلوس، خلاص اهم حاجه عندهم ايه؟ ترضيهم. فاستخف قومه فاطاعوا، رمى لهم الايه؟ الاموال وكذا. وفرعون مع الاجرام بتاعه، مره ايه جت واحده فقيره ماتت معاها بقره ماتت، ف
فراحت ايه تصرخ وتهلوت وتهرول وتصيح عند القصر. انزعج فرعون من صراخ المرأة فيه، قالت يا هو بيقول انا ربكم الاعلى. فقالت يا ربنا الاعلى، مسألة بسيطة، انت قضيت على البقرة اللي بتشرب منها اللبن وبتعيش منها، فأحي هذه البقرة التي ماتت، فأسقط فرعون في يده يحييها كيف؟ هو ما يمشي البقرة مين؟ ما شافهاش أصلا. فكان جنبه مين؟ الضال المضل اللي هو أمان. فقال لها يا امرأة الآن هو مشغول بالملأ الأعلى بالملائكة، مش فاضي للبقر والبهائم، قدامك أسبوع عشان ينزل من الملأ الأعلى ويشوف إيه أحوال البهائم والحمير، خذي أحسن بقرة تعجبك أو خذي حتى مكانها سبعة عاوز يخلي ينهي الموقف ويسيبيها بعدين. وبعد كده دخل رجل إيه في إيه؟ قال أنا يعني النهارده من امبارح من ثلاث أيام لا أكلت أنا ولا أولادي، فعاوز إيه؟ قال له عاوز رزق أولادي. فقال له فرعون أنت معك كم عيل؟ معك كم ولد؟ فقال له هامان خلقتهم ومش عارفهم كم. كيف أنت خلقت العيال دول وعارفهم؟ فالمسألة إيه؟ واضحة. ففرعون ما تكلمش في قضية الخلق لأنه إيه؟ لأنه يعلم بالضرورة بالعلم الضروري أن الناس سيكذبونه وحيفتضح إيه؟ أمره. فراح ساكت. يعني ليجي في الأمور الواضحة اللي هي يراها حتى الأعمى مقر بها، أن فرعون ده مثلا سنه 30 سنة أو 40 سنة، وقبل أن يوجد في العالم كانت السماوات والأرض والجبال حتى البحار، البحر اللي ربنا أغرق فيه فرعون كان موجود. فلا يمكن يكون فرعون هو اللي خلق البحر الأحمر ده وهو اللي هلك فيه، وإلا ما كانش خلقه أصلا، يخلق هلاك وهو كسب. فشفت كده الضرورية. فالشيخ الفخر الرازي بيقول إيه؟ المقدمة الكبرى اللي هي إنه كل حادث طالما هو حادث لابد أن يكون له إيه؟ محدث. قال إن العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيان، فإنك إذا لطمت الصبيان، يعني عاوز أقول لك كل حادث أي شيء يحدث كده لابد له من محدث. يعني مثلا عملت كده الصوت ده حادث لأنه لم يكن ثم كان، اروح اقول ايه مين اللي صفق لانه احدث صوتا، فيجي الطلبه كلهم يقولوا لا الصوت ده حصل من غير تصفيق، هل يقبل العقل هذا؟ فذلك بيقول لك ايه العلم بها مركوز في فطره الصبيان، فانك اذا لطمت وجه الصبي، يعني غمضت عين الصبي او جيت كده في الظلام من غير ما يشوفك، رحت لطمته كده على قفاه او على وجهه وقلت له بعد ما الصبي قاعد يبكي يقول لك بتضربني ليه؟ يقول والله انا ما ضربتك، امال مين اللي ضربني؟ والله ما في حد ضربك. عاوز تقنع الصبي ان هذه اللطمه من غير فاعل البته، يعني ممكن تكون مش انت، يبقى يظل العقل يبحث عن الفاعل، لما تيجي تقول ما فيش فاعل اصلا هل يصدق؟ ممكن يصدق انك مش انت، واحد تاني غيرك ممكن، انما لما تقول ده ما فيش فاعل اصلا، اللطمه كده حصلت لك كده شيء الهي، عارف لو شيء الهي حيبقى الفاعل هو الاله، يعني ما فيش حاجه اسمها لطمه من غير ايه؟ لا انا دخلت الكليه او المدرسه لقيت حد كتب على السبوره شتيمه حد او سب، بعدين بقول مين اللي كتب الكتابه دي؟ يقول والله العظيم ما حد كتبها. يعني هي كتبت الكتابه بنفسها في كتابه من غير كاتب؟ لا.
لا، لو وجدنا رجلا او انسانا مقتولا وكل الناس قالوا والله العظيم ما حد قتله، يعني في مقتول من غير قاتل؟ حتى لو كان هو نفسه قتل نفسه فهو القاتل، انما من غير قاتل اصلا كيف يقتل؟ يعني لو بنا حفرة من غير حافر من غير ما ينفعش. طيب في اثر اقدام من غير اقدام، حاجة غريبة كده، في خشبة انا لما اضربها في العمود كانت تعمل صوت، فهل يمكن يحدث صوت الخشبة من غير الخشبة؟ يبقى هنا ايه هذه المقدمة كما ادعى الفخر الرازي، قال ايه؟ قال ضرورية. ده بيقول بس مش فقط عند الصبيان، بيقول بل في فطرة البهائم. نعم، يعني في تكوين الفطرة التي فطر الله، يعني كون الله الإنسان وجعل له فطرة، يعني التي فطر الله الناس أو فطر خلقه عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني ما كون الله تعالى عليه الإنسان من إدراك ومشاعر وأحاسيس، وما كون الله تعالى يعني خلقة الإنسان وخلقة البهيمة وخلقة تقرر في طبعها. يقول لك فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. لأنه لو كان الحمار نفسه يعلم أن صوت الخشبة يحصل من غير الخشبة عمره ما حيفزع، لأنه مجرد صوت، إنما يعرف الصوت ده بيحصل مع اللسعة، تضربه بالخشبة يجرح أو يؤذى أو يتألم أو تكسر عظمه ويحصل الصوت عند الضرب. فلو كان ما فيش خشبة إنت مش هيتأذي، هو مجرد صوت، اعمل زي ما أنت عاوز، لكنه يعلم أن هذا محال أن يحدث صوت الخشبة من غير إيه؟ من غير الخشبة. ومنهم يلا شكرا. ومنهم من يقارن يعني منهم من يقبل المقدمة الكبرى من غير دليل، يعني لأنها إيه؟ أنها ضرورية كالصورة. ومنهم من يقررها بوسط، يعني إذا فتكون المقدمة الكبرى عنده ليست إيه؟ ضرورية، إنما هي نظرية. ومنهم من يقررها بوسط، أي يقول إن الحالة إذا حالت وقت أو تأخذ بعمل بساعات تخصصه من وجود الله الوقت بدلا عن العمل المدرس ينتقل إلى مخصص. وإلا لكان أحد الشيطان المتساويين مساويا بلا ملك رابحا بلا ملك وهو الحال ضرورة، فتعين أن يكون التشريك للدين بدلا عن العمل بوجود منفصل عن الحال وهو الفاعل المختار بين الوعد. يبقى ومنهم من يقررها، يعني يقرر المقدمة الكبرى بدليل، يعني بالحد الوسط، بالدليل بوسط، يعني بالحد الوسط. عارفين الحد الوسط هو ايه؟ لما يقول كده العالم متغير وكل متغير، فالحد الوسط ده هو بيكون محمول في ايه؟ في الصغرى وموضوع في الكبرى، أو ده الحد الوسط. العالم متغير، هنا ايه؟ محمول ولا موضوع؟ متغير محمول، وكل متغير حادث، يبقى هنا ايه؟ موضوع. فهو اللي يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى يسمونه الحد الايه؟ الوسط. فيقول ان الحادث او ده الدليل اذا حدث في الوقت المعين، يعني مثلا شوف كده في هذه اللحظة حدث الحادث، العقل لا يمنع انه كان ممكن يحدث، يعني مثلا الحادث ده حصل الساعة 5 بالضبط،
العقل يجوز انه كان ممكن يحصل الساعة 4 مش كده؟ او يحصل الساعة 6 مش كده؟ يعني العقل لا يمنع صحة تقدمه على الوقت الذي وجد فيه بأوقات، يعني هو وجد 5 كان ممكن يوجد 4 3 1 2، او كان ممكن يتأخر يبقى 6 7 8 وهكذا، يعني ممكن يتقدم بأوقات او يتأخر عنه بأوقات. فلماذا وجد في الساعة 5 بالتحديد دون ان يوجد قبلها او بعدها؟ يبقى اذا اختصاصه بالوجود في ذلك الوقت بدلا عن العدم المجوز يفتقر الى مخصص، يعني وجد في هذا الوقت. هو ليه معنى العدم المجوز؟ يعني وكان يمكن ان يكون عدما، يعني من الجائز انه لم يوجد فيكون عدم، او معنى كلمة العدم المجوز. يبقى اذا وجد الشيء في وقت لم يتقدم عنه ولم يتأخر، يبقى هذا التخصيص لا بد ان يكون بمخصص. وضعت كده؟ يعني انت مثلا الشيخ زكريا ده من نيجيريا مش كده؟ ولا من مالي؟ نيجيريا. كان ممكن يكون من مالي او يكون من تشاب، ما كلهم زي بعض شيخ واحد. فايه الذي خصه بنيجيريا دون مالي او تشاب او اثيوبيا او الكونغو او بلد اخر؟ سيبك من السعوديه والخليج، ده مش هتكون من هناك ابدا. خليك مع الفقراء والمساكين، وعاوز يبقى من الخليج، خليك كده عشان تدخل الجنة في الآخر. فالمهم ايه اللي خصه بأن يكون من هذا البلد دون غيره، وهو ولد من 20 سنة وكان ممكن يولد قبل ذلك ب20 او بعد ذلك ب20، فلما خص بهذا الوقت ولما خص بالبلد وبالزمان وبالمكان؟ الأذان كان ممكن أن يتقدم أو يتأخر، فلما خص بالوقت ده بالذات؟ هذا تخصيص به بمخصص. الأذان وبعد كده إيه؟ نشوف إن شاء الله مين اللي هيأذن. مفيش مؤذن؟ اي منين؟ ولا هتستنى العشاء العشانيه؟ أذن انا؟ أذن تعال. اللهم